ومن جديد بنرحب بكل محبينا وناطرين اخبارنا من اسبوع لاسبوع. بنذكركم انه برنامجنا بينقط اخبار الفنانين من خلال صفحاتهم الرسميه بس بطريقه مهضومه اكيد وعلى طريقتنا. وهلا رح تسمعوا غنيه حصريه بس ببرنامجنا هجوم على النجوم. عادل انا لسه ملك الاحساس. عادل ما تخافوا مني عطول مفكريني مصري وبارمي بوزي ما حدا بيحب احساسي. اتس اوكي غير فنزاتي بشوف اوضتي بجواباتي. عادل اذا بنشز ما بيأثر. اتس اوكي اتس اوكي بنصحكم بعدوا عني ما تسمعوني خايفه ما قابلكش انا بعدي الدنيا نهب. هاي عادي عادي صار بيكون حبيبي حدي مش قصدي عصي قصدي كفوري بعرف كلكم بتغاروا عادي مني واحسنكم ما تحكوا عني انا لسه بنت الخوري جمالي جمال جمال رباني وبطني سر هضامتي بعرف انكم عادي تنقدوني عادي 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 اتس اوكي. لمين هالغنية؟ هيدي الغنية بدي اديها لحسين الجسمي. اوف ليه هو بالذات؟ حبيبي احساسه كتير قوي بالاغاني الرومانسية. ايه صح هو المنافس الاول لملكة الاحساس بس ليك بركي اذا غنى لإليسا يصير شي بعيد الشر. او لا عن جد راحت عم بالي كيف نسيتها؟ خي حسين ما تزعل مني بس اغانيك يعني رح تاخد ارواحنا كلنا. عم بيحكوا انه الحريق اللي وصل على حدود فلسطين اخر مرة هو اللي تسبب فيها ونزل بوست وقال هيك. لك لا لا يا خيي هيدي الصفحه مش صفحته الرسميه. لك هيدول كان بدهم يوصلوا رساله للعالم انه حسين الجسمي كل ما يغني بيروحهم للعالم. ذكرتني لما غنى لليبيا. يا ليبيا يا ليبيا يا ليبيا يا جنه. ليبيا يا جنه. والله حسين قلبها وصارت جنه. يا ليبيا يا ليبيا يا ليبيا يا جنه. خيي صراحه انا بالاول في شيء غلط بس بعدين اتأكدت لما غنى لبرشلونة. حبيبي برشلوني يموت برشلونة ودخول برشلونة في حالة حداد مفتوحة. حبيبك برشلوني بس اوعى يغير رأيه ويصير ريال مدريد. خلي فريق واحد بكارثة مش اثنين حبيبي الله يخليك. حبيبي برشلوني يموت برشلونة ليش لما قرر يغني لباري فجأة يا معلم راحت باريس. تطوح معدوق العطر نفح باريس. يعني صراحة نو كومنت. لك تخيل غني للعالم كله شو بيصير فينا؟ رحنا هيك بيكون عم سيلكت اول وعلينا كلنا ويلا. دخلك بتعرفي مين بيذكرني حسين الجسمي؟ مين؟ براغب علامة. راغب علامة؟ اف كيف شو جاب لجاب يعني؟ ما فهمت. انه راغب ما عمل عملية تجميل صراحة فيضعف اكيد. هلا قلي ليش تذكرت راغب بهذا الموضوع مثلا؟ لانه راغب كل ما يروح محل وينزل بوست بتصير كارثه. يا لطيف يا بنفس المكان يا حده يا ورا. هيدا السوبر ستار شغلي بالي استاذ راغب علامه مطرح ما في انفجار هو بيكون موجود بدول العالم مطرح ما في انفجار. هي انا كنت هنيك شو كونترا وين مطرح ما بتروح مع بالعالم عامل كونترا انت طلع انفجار شو تخطيطك يعني بصراحه صار كل اللي بشوفك يا راغب ده بيتلخبط شفتك تلخبط فز قلبي ونط يعني راغب بكل كرسي له بصمته بس على فكره هلا تذكرت هيدي الصفحه اللي خبرتني عنها قبل شوي بتفوت عليها بتشوف كل الكوارث الطبيعيه والبشريه كلها يعني عم ليش يا عمي بعد ما انشهر الجسم بالنحس صاروا يعملوا نكت منه وشوف معي الزمالك اخذوا حصتين من النحس ولحقوا انغاده وندى وقلق عنا سلماترين من بعد الجسم ولك يعني يالن هالمواليد بدعوه صباحيه. ويا حرام على طلاب المتر وزراعت عليهم. على كل حال نحن بنحبك يا حسين الجسمي وما قصدنا ابدا انه نجرح. وعلى فكره هو عمل عمليه وضعيف لانه بحب يكون ناحف وبصحه جيده. في قرارات نفسي اتمنى اني اكون ضعيف واتمنى اني اكون بصحه واتمنى اني افكر في صحتي اكثر. واغانيه ضاربه بشكل رهيب خصوصي بشرة خير اللي اشتهرت.
زلمة حكينا على باريس والأجانب ونسيت قلك إنه صوته بجنن باللغة الأجنبية. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes. أنا بحب أقول للفنان حسين الجسمي صوتك رائع وإحساس رائع وإنت فنان ولا أروع. هلا بس فاضتك مش دبان؟ ولك مش دباني هيدي، هاي نحلة. نحلة؟ ما تكون شايفتك وردة وطامعة بجمالك. نو خيي، النحلة طامعة بجمال السياسي مش بجمالك. سلط الضوء على نحلة تحوم حول ورد السياسي طمعا بجمال السياسي. ما بعرف شاهم ريحة عسل. حبيبي إذا هي نحلة فأكيد في عسل بالموضوع. فهل تعطي هذه النحلة من حلو عسلة للسياسي وتصفر بنعم رحيقة؟ ايه بس مين هيدي دوختني يا زلمة؟ بتقول عن حالة ملعونة بس بالأحرى هي سوبر موديل. أنا أول شيء أنا سوبر موديل معودة ألبس دمايوت، هي طريقتي أنا عبر فيها، وأنا ملعونة بعرف شو بينحكى عنه وشو ما بينحكى. I'm a supermodel. اوكي. وقتها بلشت أعرض أزياء كان عمري 14 سنة. نعم. وعرضت للانجري وعرضت لمايويت. الله شو رح ننبسط اليوم. ميمي حبيبة قلبي، في هجوم على النجوم؟ نعم، بس أنا شخصياً ما فيني لا أهجم عليها ولا أقول شيء. الله يا خيي. بس ليش؟ إنه لتكون معجب فيها. ولك يا ريت يا ريت بتقبل فيه، بس خيي بخاف ما تبعت لي حدا تحبسني. بس اللي بده يغلط معي بتحبشه، هيدا طبعي ما بقدر غيره. في ناس بسبلهم دايركت، في ناس بتشكى عليهم، في ناس شخصية معروفة، في ناس شخصية مع تبعتي ناس يضربوا ناس. اذا حدا اذاني لمين مرة بعتي ناس ضربوا حدا؟ بالعين والسن. طيب بس لمين ببعت؟ بتدخيل ميمي شو قوي. انا طبعي كتير قوي. يا هيك بتكون المرة يا بلا. عصيرة المرة ميمي حرة. حرة. اوكي. حرة. اوكي. I'm free. اوكي. It's a free world. لك من كتر ما انا قوية لك كل النسوان بحبوها وبيدعموها. بيرقدوا ليتقربوا مني ليتصوروا، بيقولوا لي برافو، حتى في نسوان محجبات بيقولوا لي ميريام بليز علمينا هيدي القوة اللي عندك اياها لنكون حرين. ليك؟ نعم؟ مش معك. زيح خليني اقول كلمتين هيك لميمي بدينتها. ميمي؟ شو رأيك تصيري وزيرة جمهورية قلبي؟ أنا قايلة من زمان أنا بدي أنزل على النيابة. طب ليش؟ ليلي شو بدك؟ انا شو بدي؟ ما بدي شيء. انتو شو بدكن؟ ما بدي شيء ابدا. انتو شو بدكن؟ انا ابدا ما بدي شيء. ليش يعني انه في شيء غير وزارة حط عينك عليها؟ انا بحب البيئة. البيئة. ولك دخيلك انت، ولك دخيل قلبك انت، ليك على اساس انا حيوان هون يعني ماني مقشوع. لا لا فهمت علي غلط، ما هو اصلا الانسان بالاصل كان حيوان. الحيوان عنده خط احمر اهم من العالم، بس الانسان جاي من المونكي، انسان اصله حيوان. انت شوف كيف بياكل وبيقعد وبيعمل. طيب. سمعت؟ يعني اكثر وحده بتحب الحيوان هي ميريام. ميريام كلينك. 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 طيب سؤال فني، هدول التياب اللي بتطلع فيهم ميريام شو بيسموه؟ ولا واضحه، تياب فاتحه. اول شيء اللي بس منه فاضح بعتذر منك. ام سوري. لا ما فيك تقول كل الصور تعري. ام سوري. في صور اوت كوتيور، في فساتين عرس، في تياب لا ذا بيست ديزاينرز. مش هيدا سؤالي. في قصص بالجينز كيوت. ولك جبتها لحالك هلا. ليك اذا اجاك شي كف من ورا التي في انا ما خصني. ليش قلت ما قلت شي يا خيي؟ هلا هيدول تياب فاتحه. لا 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 صغير يا ما ما قصدي. انا عم جاوب. سوري 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 سوري. شفت بكيت هلا؟ لك والله ما كان قصدي شيء. لك بليز بليز ارجع فرجي من الصور لانه ما كنت شايفهم قبل. ولك ايه والله معك حق ميمي، كتير مسترين التياب وما في شيء اوفر ومنهم فيلجار.
أنا إذا بتلاحظ صوري ما فيها شيء من الفولغاريتي، يعني بتشوفها بكل سوبر موديل بالعالم، حتى فنانين بالعالم. قدي قوية هالمرة، من وين إجت هالقوة؟ ردي يا مريم. بتعرف إنه أنا امرأة يعني قوية، يعني على السوشيال ميديا أنا طبعي كتير قوي، يعني أنا كاركتر كامرأة إذا بتلاحظ في تناقض بشخصيتي. ليك وشو سبب هالتناقض هيدا؟ أرستقراطية، يعني نحن أرستقراطيين. وي أرستقراطيين، لزغيست أرستقراط. عائلة في تناقض، مش ليك أوقات بتلاحظ بشخصيتي هيدا التناقض. فكر غربي وفكر شرقي. يعني من عائلة أرستقراطية؟ آه، لهيك ذكروا اسمها بالانتخابات. يمكن إيه ويمكن لسبب تاني. كنت حديث البلد، يمكن ما كان انطرح اسمي. اف 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 لهالدرجة صارت حديث البلد كله؟ ولك شو مفكرها أنت؟ ما هي دايما حديث البلد. أنا دايما حديث البلد. حتى الوزراء كلها بتحبها. مع الوزير بده يقول لها شيء يا ميريا. قال أنت أحسن شي. قال أنت أحسن من كتير من النواب، شو ما حكيوا عنك. ولك اف شو هالميريم. أو لك ذكروا اسمها لأنه بحبوا فيها شخصيتها. يمكن لو ما عندي عقل أنا موجودة بالستوديو هون، بالستوديو أهم استوديوهات بلبنان وبالعالم العربي، بيناقشوني أول شيء بهيدي الشخصية، شخصيتي بالشخصية. بالشخصية بالشخصية أول شيء كله بيناقشك. ليه بتلبسي هيك؟ سوري توني سبابي. أول شيء في كتير برامج طلعت مع بسيكولوج عم بتواجه معه. نعم. مع ناس سياسيين عم تواجهنا مع بعض. أو يمكن ناقشوها بفكرة السياسية. لا أنا كنت برشح على النيابة يعني من كم سنة. بس أنا ولا مرة شفتها أو سمعتها بتحكي سياسة أو عندها مشاريع مستقبلية للبنان. كيف عم بتبهدلنا هيك؟ ما شفتها ببرنامج الزعيم؟ وأنا نزلت ببرنامج الزعيم اللي هو برنامج كتير سيريوس وكتير مهم وبيحكي عن السياسة. ببرنامج الزعيم اللي هو أهم برنامج سياسي. أنا لك كبيرة يا ميريام، كبيرة. شفت؟ الكل بيعرفها غير شخصية. لك خيي لأنه الصحافة الصفراء ما بتحكي غير عن لبسها. غير موضوع المودلينج والتصوير والجسم والهبل اللي دائما بيحطوني فيه، يعني دائما بيحطوني بمحل. مين اللي بيحطك؟ الصحافه اكثر شيء. لدرجه انه اذا شفت حدا بيكره ميمي فاكيد هذا سببه الاعلام، لانه الاعلام صار مثل الكوسه. الصحافه مثل بتجيش العالم لهن يبلشوا يكرهوك او يصيروا انه هن ضدك، لانه بالفكر الانسان خاصه بمجتمعنا العربي في متركاج مثل محشي الكوسه. نعم. بيحشوا الدماغ. طيب. بيحشوا قصص. خلصنا بقى، شو هالقلم هيدا؟ اوه كمان خلصنا بقى يا توني. ووو كم اون. مش شايفين لحم؟ لك فخد. مش شايفين لحم؟ بدنا نروق شوي. ما شايفين غير اللحم لك كله فخد ماشي. بس وين بيجي؟ حنسوا الجسم بقى، حاشكن معقدين بهالجسم. لك خلصنا يا توني، جسم وتعري وفخد وصدر وخلصنا. اجري ها تعري وين كمان جايز. فرجينا فكرك تنحكي عن فكرك. ما انت لك بهيدي المقابلة فلت وما كفت الحلقة، بالاخر ما عرفنا مين السبب. رح نشوف فيديو بس ما بيطلع. انا ما بقدر اكمل حلقة. انا ما بكمل هيك حلقة خلص. انا بقول لك اوتوماتيك ما شو واسق بهالك كمان؟ اوتوماتيك ما ايه شوف معي. أنا شاعر قديم قدمت حفل الانتخاب ملكة جمال لبنان، فهالشي صار معروف أوتوماتيك ما وقت اللي بدي حطها وحط تاريخها. ولك اف خطير انت يا زلمة. أوتوماتيك ما طبعا أوتوماتيك ما أوتوماتيك ما. بس انه شو المشكلة بيناتهم؟ لحظة، المشكلة انه أوتوماتيك ما نشر صور من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، وأوتوماتيك ما بيّن عمره وجه الحقيقي لميمي. بيّن شكلها، بيّن عملة جميل، بيّن انه ساقطة، بينت هالاشياء. انت ما تشوف كيف بهدلته. هيدا الزبال ما بيطلع. وبخ ما بيطلع. هيدا الزبال انت ما بيطلع. طب عادي عادي. ايه اوتوماتيكمان رح نشهد اسبوع الجاي شكوى من انيس بيدي. عفوا. الشاعر انيس بيدي. ضد مريم كلين. بس يا عمي انه ما بدها دراسة بالسوربان، انا عارف انه مريم اشتغلت على حالها كتير بصارت بهالجمال. ولك بس لبق لها شي. I love you. من نجوع على نجوم نقلك كيف ما كنت حلوة يا ميمي. ومنتأسف وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا باخبارنا. وقبل ما نختم بدي اذكركم ما تنسوا تبعتوا لنا فيديوهات فنانين او صور او اخبار مشاهير اذا حابين انه نحكي عنها. وقبل ما نودعكم خلينا نشوف هالفيديو يلي بعت لنا اياه متابعنا من الجزائر. باي. مهما تنزل من العلالي وتنسيني في الجرالي، ومهما تنزل من العلالي وتنسيني في الجرالي.